الحصول على وظيفة في فيسبوك فرصة قد لا يحصل عليها سوى شخص واحد من بين الآلاف، إلا أن الشابة السعودية سمر بنت عبد المحسن السلطان تمكنت من تحقيق حلمها لتصبح أول امرأة سعودية تعمل في شركة ميتا. هاي الفرصة النادرة لم تأتي بسهولة، بل نتيجة للعمل الجاد يلي بذلته سمر خلال مسيرتها، ويلي بدت بعد أن تخرجت من جامعة الملك فيصل بدرجة بكالوريوس في المحاسبة سنة 2011، لتنتقل بعدها لأيرلندا حيث حصلت على الماجستير في التجارة الدولية في 2017. وفي 2018 كانت النقلة الحقيقية للشابة السعودية عندما شغلت منصب مديرة حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة في فيسبوك بعد عدة مقابلات ناجحة، ثم مثلت فيسبوك أمام أفضل 50 مدير تنفيذي في المملكة العربية السعودية، وصاغت استراتيجية لدخول فيسبوك السوق السعودية بما في ذلك تنسيق حملة إطلاق وسائل الإعلام المحلية، وقادت جهود لإقامة علاقات استراتيجية مع المديرين التنفيذيين للمشاريع السعودية الرئيسية منها نيوم وأرامكو. واليوم بعد أكثر من 5 أعوام من العمل مع الشركة بتشغل سمر منصب قائد عمليات السياسة العامة في ميتا، لتقود عمليات النمو والابتكار في الشركة باستخدام الذكاء الاصطناعي. هنيئا سمر وهنيئا للسعودية. للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.